ورجعنا لكم مره تانية وحوار مستمتع انا شخصيا بيه، واتمنى حضراتكم تكونوا مستمتعين بيه مع الكابتن شريف عبد المنعم. اهلا بيك مره تانية يا كابتن. كنا واقفين عند دور والده حضرتك في حياتك، سواء في البدايات، وكمان اعتقد حضرتك نهيت وانت عندك 27 سنه لاسباب متعلقه بحادثه وكده، واعتقد كان ليها دور ايضا مؤثر في انك تنهي بتشيرت النادي الاهلي، لان اعتقد كان في مفاوضات ان نادي الزمالك كان حابب يعيدك ليه بعد ما كمان كان في خروج من الناشئين، وان انت بتعرفش تلعب، عرفوا بقى ان انت بتعرف تلعب وحابين يجيبوك سنه 86 مش مكتوبه لي معاهم. احكي لنا بقى الكواليس. الحادثه طبعا يعني ان عملت من قمه لاعاده بناء تاني للكل اللي انا حكيته لك في الاول، هرجعه تاني ان انا ازاي اقدر امشي على رجلي. كابتن صالح الله يرحمه، انا قاعد اشوفك ماشي على رجلك بس. قلت له اسال الدكتور ممكن العب؟ قال له يلعب بس ده هيشوف يمشي بالمسطره على كل التعليمات ويخش حمام السباحه ده مرتين ثلاثه في اليوم. فانا عملت كل ده والناس ما صدقتش. سنه كام ده يا كابتن؟ كان 82 يعني، قعدت لغايه سنه 83. كانت الحادثه عربيه ولا كانت حادثه عربيه؟ بعد الدوري ما خدناه يعني. كنت حضرتك اللي سايق ولا كنت انا اللي سايق؟ فحصل كابتن جوهري رجع ومسك وبعدين مشي، واحنا خدنا البطوله بتاعت افريقيا دي 82 وخدنا بطولات بعد كده اثنين، كاس افريقيا ابطال الكؤوس 84 و85. 85 وخدنا مع كابتن طه اسماعيل واحده اللي هي برضه ابطال الكؤوس على ما اعتقد 86 وخدنا 87 كمان. ايوه بالظبط. اللي السنه اللي انا بطلت فيها انا وكابتن محمود وكابتن مصطفى عبده. ف هي جت كلمت في العروض، كان كابتن حماد امام هو اللي عامل العرض. ايوه. ومحمود بدر الدين كان هم اللي عاملين البروبوزل، يعني ان انا اروح العب. كان الكابتن جوهري ما بيلعبناش، اللي بيتعور عند الجوهري ما بيلعبوش. ماشي انا عادي ماشي يعني. بس خد بالك الكابتن جوهري يعني جه لعب بعد كده كابتن جمال عبد الحميد في كاس العالم، بس عادي. ده ما كانش بيلعب جمال عبد الحميد في البتاع، شوف الدنيا عشان تعرف. جمال عبد الحميد اللي بيشتكي ده يقول لك عالجوا شريف بره وعالجوني انا جوه. مش مهم يعني. حلوه العلاقه كده يا كابتن يعني. لا انا وجمال اصحاب كمان، كل شويه يقولوا عليك وانت كنت قد شريف عبد المنعم لما وقع بالعربيه. لا جمال كان لعيب كويس يعني. فما بقاش في. عرضوا عليك كام يا كابتن؟ انا طلبت قد اللي ليا في النادي حوالي 70,000 جنيه، قلت 150,000 جنيه. قالوا طيب كلموا باشمهندس حسن فتوح ايام كان هو ايوه اهلاوي بالمناسبه، اهلاوي. حسن فتوح قال لهم ماشي هاتوه، بس شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه وجمال عبد الحميد هيقول ايه. شوفوا ابراهيم يوسف هيقول ايه، ما هيطلبوا لو سمعوا، لو سمعوا ان انا خدت المبلغ ده. قال لك انا سمعت ان هم قالوا لو هو هياخد كده احنا هناخد كده يعني. كان مبلغ كبير قوي، نص مليون جنيه عشان لعيب يجي، هيدوا اللعيبه بقيه اللعيبه فلوس وهو يجي. وكان يعني هم بيحاربوا في المنطقه دي. وانا رحت قلت للكابتن جوهري اما خد اللعيبه ومش عارف ايه ومشي، انا كنت ضد الحكايه دي. قلت له انت مش هتلاعبني والستايل بتاعي انا الظاهر انت بتحب اللي بيباصي بس. قال لي انت احسن لعيب عندي بس انت مغرور قوي وانت شايف نفسك قوي وانت وانا ما فيش الحاجات دي خالص يعني. ده خالد انت لسه قايل ده انا اول هدف عملته زي رونالدو. ده انا لما كابتن جوهري كنت انت بره يعني كنت بتمنى ان انت تيجي تمسك الفرقه. يعني كنت بحبك جدا. هو كابتن جوهري اللي بيتعور عنده حسام بدري، طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، مش بيبقى اوت اوف في الاوردر، اوت اوف اوردر يعني. يقول لك 30 دقيقه 20 دقيقه خارج الحسابات، ويتش از جود بالنسبه له يعني. للحسابات. وممكن يكون هو كان صح. وارد صح وارد يعني. كل مدرب هو ككوتش حسب هو ككوتش شايف ان انا افكتف قوي 30 دقيقه. وفعلا انا كنت بنزل ال 30 دقيقه بكسب النادي الاهلي، بجيب جول، بعمل طفره. بس عشان ما نبعدش، انت طلبت 150,000، ما اترفض العرض بسبب لاعبين نادي الزمالك. قال تاخد الجزء وبعدين جزء. دور الوالده. هو انا اصلا الفكره مش رايح بالظبط يعني كده. ده انا عارف اللي بيطفش تعجيزي، رقم تعجيزي. لا مش تعجيزي. يعني حتى لو جم مش فارقه يعني، انا ما مش فارق معايا الرقم، مش جد. انا كلمه اللي فارق معايا ان انا همشي من الاهلي واروح احارب في منطقه تانية. ابني شريف عبد المنعم تاني واعمل عندي شعبيه هنا وهنا، حبوني جدا جماهير الزمالك كانوا. بس انا المبدا، شوف انا هقول لك على اتنين كنت بشوفهم في النادي الاهلي خلوني امشي جنب النادي الاهلي بس. اتفضل. صلاح سليم
وفريق مرتجي وكمال بيه حافظ. التلاته دول احنا كانوا بالنسبه لي انا لما بعوز اي حاجه اروح اكلم معاهم. وعمرهم ما رفضوا لي طلب الا الاحتراف اللي اترفض لي في بايرن ميونخ و وتركيا. مش كده جالك تحترف لانه تالق واحرز هدف. وعلى ايام كابتن صالح جالي باوك اليونانية. وانت سجلت بايرن ميونخ جول. وسجلت بايرن ميونخ جول. طب نقفل الحته بقى بتاعت نادي الزمالك. والدتك قالت لك ايه؟ قالت لي بص انت اللي انا قلته لك يعني. انا بترجم لك اللي كان على لسان والدتي. ايه فلوس ما انت ايه الفلوس يعني عايز تعمل ايه؟ انت كويس واحنا كويسين والحمد لله. برغم ان انت 27 سنه وتقدر تدي. لا ما بصيتش هي الحته. قالت لي بص انا هقول لك على حاجه. بس هي كانت قريبه قوي من مرات فريق مرتجي. كانوا يروحوا مع بعض سيد انفيسا ومش عارف ايه. هي كمان عاشت الاجواء بتاعتنا. قالت يا ابني اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته ثانيه. اللي يلعب في الاهلي ما يلعبش في حته ثانيه. انا بقول لك وانت يعني الحمد لله اللي انت فيه والنادي الاهلي ما سبكش لما عملت الحادثه. والنادي الاهلي ده حاجه تانية خالص. وهي مش عايزه ايه؟ معلش انا عايز اقف عليها. مش عايزه تزعل الناس مني. لا ثانيه. وعارفه هي اكبر مني واوعى مني والظاهر بتشجع الاهلي من ورايا كمان. كابتن الله يخليك في حته عايز اتوقف عليها يعني. حضرتك عملت الحادثه. وكان رجوعك للملعب شبه يعني مستحيل. احتمالاته ضعيفه جدا. وبقبض فلوسي كل شهر. انا بس ليه بقول كده؟ عايز اقول لك على حاجه. لان ده لا ده انا عايز اكد على المعلومه. لا بيجي لي مرتبي. كابتن زيزو قال لي انا مش هقدر ايدك. مش عايز تتايد ولا تشوف الذوق يعني. وبيستاذنوني ان هم يحطوا لعيب غيري. قلت له طبعا انا مش قبل 6 اشهر قبل ما ارجع لك. انا راجع قلت لهم. كان عندي كارج فظيعه وعندي احساس ان انا هرجع. قلت له انا جاي ما تقلقش. بس طبعا اتفضل اي حد عايز تحط اسمه. كان في لعيب جايبينه تستفادوا بيه لغايه ما تستفادوا بيه لغايه ما تستفادوا بيه الست اشهر دول يعني. ما انا ما لكن راتبك مشي شهر راتبي وجوائز ال اصل انا بركز على النقطه دي. لا والجوائز بتاعه الدوري او الكاس او اي حاجه بتتاخد باخد مكافات. يمكن ما باخدهاش يعني فول الكلام ما باخدهاش كامله. باخد يعني 50% ولا بس بتعامل زي اللعيب الدرجه وانا موجود. بتعامل ان انا بلعب يعني. الكلام قديم يعني. الكلام مش اصل ليه يا كابتن هيثم بناكد على النقطه دي؟ لان بعض اللاعبين القدامى لاسباب هم عارفينها كويس خرجوا من النادي الاهلي لاسباب متعلقه بيهم وسلوكياتهم خارج الملعب. وطلع فترات كتيره جدا يتكلم عن فكره ان النادي الاهلي مش بيديه فلوس والنادي الاهلي معالجوش بشكل كويس. والكلام ده طبعا يعني عارف تماما من الصحه. والجميع عارف خروج هذا الكابتن من النادي الاهلي في الفتره دي كان لاسباب تخص هو وتخص سلوكياته. اعتقد الكابتن شريف عبد المنعم بيتكلم عن فتره علاج طولت ومع ذلك راتبه بياخده ومكافئات بياخدها بنسبه او باخرى. فبالتالي نفس الفتره هي نفس الفتره اللي خرج منها الكابتن اللي ادعى ان النادي الاهلي ما ادالوش بقيه مستحقاته. وطبعا انا عايز اتوقف عند السيده الفاضله والدتك اللي قالت لك اللي بيلعب في النادي الاهلي ما يلعبش في مكان تاني. وسمعت منك قبل كده مقوله جميله جدا ان اللاعب لما بيدخل النادي الاهلي بيتفتح له حساب في البنك.